بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب Yeah.
لقد كان في يوسف وإخوته يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال بأمرهم
والله غالب على
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إن
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين، وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وملائكتك المقربين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا عبيدك يا الله، وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بأن تجعل القرآن الكريم وما يترتب على ثواب قراءته ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك يا الله وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام، مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجعل اللهم ثواب ما قرأناه في هذه اللحظات من كتاب الله الكريم ونور ما تلوناه من كلام الله القديم هدية واصلة منا إلى روح سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطاهرين وصحابته الصالحين وإلى أرواح المؤمنين.